معنا للتعليق عن هذا الموضوع المهندس موسى هنطش النائب. أستاذ موسى يعطيك العافية. أستاذ موسى؟ أستاذ موسى؟ نعم يا أخي، يعطيك العافية. حياك الله، الله يسعدك. يعني ربما أنه من خلال المتابعات نرى بأن الناس ما بين متفائل وما بين متشائم إزاء المجلس الجديد، كيف ترى الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم. الحقيقة يعني الحياة البرلمانية في الأردن بين التشاؤم والتفاؤل، أحكيها بصراحة كبيرة جدا. من يقود التشاؤم هم أهل الفساد في البلد مغضل مواقعهم، واللي يقود التفاؤل الناس اللي حابين لها البلد الخير ومستقبل أبنائه بشكل عام، وخاصة الشباب والشابات. أنا الحقيقة من الناس اللي بحب التفاؤل، بالرغم أني أرى يعني عكس ذلك يعني رأي العين. نعم. يعني من الأشياء الأسباب، يعني أنا بس أجي بأغلب مناطق المملكة كان في مرشحين يشتروا دمم الناس ويعيدوهم للعبودية من أجل 30 و40 و50 دينار. الإنسان اللي عزيز في بلده في عائلته بيستنى حتى واحد سيء ذكر يجي يقول خذ كذا بس روح انتخبني، وللأسف أن يستخدم القرآن الكريم وسيلة لذلك، أن يقسم على القرآن. كان القرآن الله سبحانه وتعالى أنزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الغاية، القسم بشان زعران يصل إلى مجلس النواب. الأمر الثاني، أهل الخير في البلد للأسف ما لهم حامي بمفهوم اللي هو يعني يدافع عنه. كثيرين تضع العراقيل أمامهم من أجل تطوير البلد، وإحنا عايشنا الناس بخاصة هذا العام يعني عامل بؤس على الأردن والعالم كله بقضية الكورونا. بدل ما تكون الرحمة بين الناس منتشرة، للأسف ساء كثير من الناس استغلوا حاجاتهم. نعم. أنا من الناس اللي كوني يعني كنت في ملف الطاقة وملف المياه، يعني مشاريع حيوية جدا جبتها للبلد على أساس أنه والله ما أقسم بالله ما أخذت قرش واحد، العكس كله كان مصرف من جيبتي من أجل يعني إيجاد مشاريع بديلة وتمويلات كبيرة جدا وتشغيل الشباب بكل مناطق المملكة. وجد يعني صد كبير عن هذا الأمر من أجل موظف أو موظفة ما بيستاهلوا، ما بيسوا شلن خلينا نسميها، يعوقوا مثل هذا العمل وهم يعلموا أنه حيوي للأردن كأردن مستقبل. طيب أستاذ موسى، إذا بدنا نتكلم عن يعني إحنا الآن نتحدث عن 100 نائب جديد، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الوزن، وزن مجلس النواب من حيث القيمة التشريعية والرقابية؟ والله النواب أول شيء يعني لما نتشرف نتعرف عليهم كلهم وتوجهاتهم وثقافاتهم واهتماماتهم، وإن كنت يعني عملت نوعا ما دراسة على بعض المناطق والمحافظات وأجد فيهم التفاؤل. لكن مشكلة إحنا في ناس حاطة رجلها بالحيط إنه لا يصلح إلا هو، أما الجيل كلياته بمختلف اختصاصاته هذا ما بفهم شيء. لا، أنا أرى إنه خاصة عليه بصفة عامة الشباب يعني وشابات يعني إن شاء الله مبدعات، أنا أرى إنه فيهم نور الحقيقة للبلد، وهذول الناس يعني إن شاء الله يعيدوا للمجلس النواب هيبته ومكانته، حتى يعني لأنه الحكومات المتعاقبة أعطت نظرة سوداء عن النواب في المجالس السابقة، وأيضا ما في محاسبة للنائب المقصر أو النائب الغيب أو النائب الذي لا يحمل ملف الملفات. هي القضية حقيقة معقدة جدا، وأنا عشت الأربع سنوات الماضية وأنا أستغرب أنه في الأردن تجلس في كل مكان كله ثقافة، تسافر على أي بلد تجد الأردن مثقف وراقي جدا، إلا في بلده مهضوم حقه وما يسمع له ولا يستفاد من طاقاته. نعم، أبرز الملفات التي ستكون على يعني طاولة النواب في المرحلة المقبلة؟ والله عدة قضايا، بعضها قضايا محلية مباشرة مثل اللي هو إعادة الهيبة للسياسة الأردنية والاقتصاد الأردني والأيدي يعني للأسف الشبابية المعطلة التي لا توجد لها أي فرصة عمل. والملف الساخن اللي في المنطقة هو يعني خطط خارجية وعملاء محليين لتدمير الأردن، مستقبل الأردن وتدمير القضية الفلسطينية وتمكين للمشروع الصهيوني، وخاصة أن هناك دعم من بعض الدول العربية اللي يعني باعت دينها وأخلاقها ومالها للعدو الصهيوني. نعم. طيب مهندس موسى، يعني فعلا هل سيكون المجلس قادرا على يعني حمل هذه الملفات، وكيف ستكون يعني سيكون شكل علاقته مع الحكومة؟
والله أنا بدي أذكر بكلمة قالها جلالة الملك، أن الأصل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب علاقة تشاركية، ولم تكن ضد بعض، وإنما تسير باتجاه واحد لخدمة الوطن. لكن يعني يأبى بعض القائمين على الحكومات المتعاقبة أنه إضعاف مجلس النواب حتى لا يكون رقيب حقيقي على الحكومة وأداء الحكومة. وأنا يعني حاولت أشتغل من موقعي وفي تخصصاتي أن أكون دائما شريك وأجلس مع الوزراء المعنيين في التخصص وأعطيهم أفكار، لأني أنا أسف أحكيها يعني عرضت علي الوزارة عدة مرات، وعندي قناعة أني أنا أعرف أكثر من بعض الوزراء اللي استلموا هاي المناصب في التخصصات اللي أحكي أتكلم فيها، لكن ما وجدتهم يعني متجاوبين بشكل كبير، لأنه في هناك قوى شد عكسي لداخل الوزارات تكتب تقارير عكس الصدق ولم تحاسب، باستثناء واحد مسؤول حوسب انسجل له شهر وطلع بكفالة وصاروا صفكونه، علما أنه عطل على الأردن يعني بلاوي وأرقام فلكية من التطوير. نعم، المهندس النائب موسى هنطش، شكرا جزيلا لك. حياك الله حبيبي، أشكرك. مشاهدينا فاصل ونواصل.